في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الثاني في مجموع سباق هذا اليوم. هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة اللقايا الإعدامي مسافة الأربعة كيلومترات. الثاني والناموس وصول للسيد سعد مبارك الضعيف على فوز الزعفران بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. في أول المراكز في هذه اللحظات هذا شاهين للسيد حمد بن صالح ابن هاملة في أول المراكز. في ثاني المراكز رشا عار بن قعيس. هذا شاهين يطلبك يا شاهين للسيد راشد ابن قيس المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذا اللي واصل هذا معزز او هذا دابان للسيد احمد ابن سلمان المنصوري مع دابان في هذه اللحظات ثالث المراكز. اما اللي في رابع المراكز من الجانب الايمن في هذه اللحظات اللي واصل هذا الجذاب للسيد محمد حسين المري مع الجذاب في رابع المراكز. خامس المراكز وصل في هذه اللحظات اي الحفل الكريم وصل راهي لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي مع راهي في هذه اللحظات في خامس المراكز واتصل للمركز الرابع وله نوايا في المراكز المتقدمه. في اول المراكز اي الحفل الكريم حتى هذه اللحظات هذا شاهين لسيد حمد بن صالح بن هامله مع شاهين في اول المراكز. ثاني المراكز من الجانب الايمن دابان للسيد احمد بن سلمان المنصوري مع دابان في ثاني المراكز. ثالث المراكز مبعد للسيد راشد بن حمد بن قعيس هذا الشعار الشاهيني في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز تسلل المركز الثالث هذا وراهي للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي في هذه اللحظات الحفل الكريم في ثالث المراكز تسلل الى ثالث المراكز. خامس المراكز وصلت خان للسيد سالم بن حمد اللي تمعت خان في هذه اللحظات اي الحفل الكريم في خامس المراكز. في اول المراكز ما زال حتى هذه اللحظات هذا اللي شاهين لسيد حمد بن صالح بن هاملة في أول المراكز وسيطرة تامة شاهين لسيد حمد بن صالح بن هاملة في هذه اللحظات. هذا الشعار الذي كان منافسا ووصيفا في يوم أمس على السيارة هذا الحفل الكريم شاهين في أول المراكز كان ثاني بالفوت فينش. هذا شاهين أيها الحفل الكريم يدعمك يا شاهين لسيد حمد بن صالح بن هاملة المري في اول المراكز. ثاني المراكز شعار المنصوري هذا دابان للسيد احمد بن سلمان المنصوري في ثاني المراكز. ثالث المراكز ورويدا يتقدم هذا شعار السيد جابر حمد بن جابر بن جهمان البريدي في هذه اللحظات في ثاني المراكز. اللي واصل في رابع المراكز هذا الحنيش للسيد حمد بن محمد الصعاق في رابع المراكز. خامس المراكز رش عار المحميد واصل شعار المحميد هذا هو اشقر لسيد مسر بن محمد المحميد ولكن روح معاه بن هامله كيلو ونصف الكيلو كيلو ونصف الكيلو على النهايه وعلى الناموس. وهذا هو شاهين وطار شاهين بالمركز الاول وبالناموس يطرد لك يا شاهين لسيد حمد بن صالح بن هامله ولكن ثاني المراكز هذا هو اي الحفل الكريم هذا هو راهي للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي هذا هو حمد بن جابر وخريج مدرسه عريقه في التضمير والمسايره جابر بن جهمان البريدي ولكن بن هامله راح بن هامله بالمركز الاول والناموس حتى هذه اللحظات مع شاهين للسيد حمد بن صالح بن هامله في هذه اللحظات في اول المراكز من اصغر ملاك الهجن في هذا الميدان حمد بن صالح بن هامله هذا اللي في اول المراكز مع شاهين. ثاني المراكز راهي وتعود مكيات راهي للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي في ثاني المراكز ولكن شاهين راح وطار شاهين طار بالمركز الاول وجاء حمد بن جابر بن جهمان مع راهي في هذه اللحظات في ثاني المراكز.
المراكز، ثالث المراكز اللي واصل أرى من على بعد، ولكن روح مع شاهين، روح مع شاهين للسيد حمد بن صالح ابن هاملة، ولكن واصل حمد بن جابر ابن جهمان، واصلك بن جهمان يا ابن هاملة، ولكن بن هاملة حتى هذه اللحظات. هذا هو شاهين أيها الحفل الكريم في أول المراكز، هذا هو شاهين للسيد حمد ابن صالح ابن هاملة في أول المراكز، راه في ثاني المراكز واصدرت الأوامر، حرك يا حمد الناموس قريب، ولكن راح ابن هاملة، راح حمد بن صالح ابن هاملة في هذه اللحظات في أول المراكز. هذا هو اللي في أول المراكز، شاهين للسيد حمد ابن صالح بن هاملة منتزع المركز الأول، ولكن واصل رقم 11 هملول للسيد سعد بن مبارك الضعيف، شعار زعفرانة واصل شعار زعفرانة، ولكن شاهين اتجمل يا شاهين، واصل يا شاهين وطير يا شاهين، ولكن واصل بالضعيف لا محال، واصل هملول السلالة الهملولية والسلالة الشاهينية، وشاهين شاهين حتى هذه اللحظات، يلا يا مبارك، راح شاهين بالمركز الأول والناموس نقول تهانينا، والناموس السيد حمد بن صالح ابن هاملة على فوز شاهين بالمركز الأول. ثاني المراكز وصل أي الحفل الكريم هملول للسيد سعد مبارك الضعيف، ثالث المراكز وصل راهي يدعو بمكية راهي للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي.